أمل كبيرة وأجواء أقل ما يقال عنها أنها جنائزية، عاشتها البرازيل لحظات قليلة بعد إعلان الحكم المكسيكي ماكسي رودريغيز عن نهاية لقاء النصف النهائي الأول بفوز منتخب ألمانيا 7 أهداف مقابل هدف واحد. الصحافة البرازيلية هي الأخرى كانت على وقع صدمة الإقصاء المذل، وراحت تندب الحظ المتعثر لكتيبة سكولاري بالأخماس والأسداس، على غرار اليومية الرياضية أستادو دول ساو باولو التي علقت بالقول الحفلة انتهت بالدموع وعلى وقع مهرجان أهداف ألمانيا، في حين اختارت يومية زيرورا عنوانا يقول حلم التتويج دفن مجددا في البرازيل مع التركيز على الصدمة القوية التي أصابت الأنصار. أما يومية فولها دو ساو باولو الأكثر سحبا في البرازيل فقد فضلت فتح جروح الماضي بالعودة إلى الخسارة التي مني بها منتخب سيليساو في نهائي مونديال 1950 أمام الأوروغواي، والتأكيد على أن منتخب المانشافت حطم منتخب البرازيل، وكتبت تقول البرازيل تذل مجددا في ديارها وأمام جماهيرها، ألمانيا فتحت جرح الأوروغواي. أما يومية أوغلوب الذائعة الصيد فقد وصفت الإقصاء بالمذل والمهزلة، وأضافت كتيبة سكولاري وادعت اللقب السادس في تاريخها، وتطرقت بالتفصيل إلى السيناريو المر للمباراة خاصة في